الاقرب من فاطمه الاقرب. هي السيده كانت مصابه هي الحمد لله صحيحه وكانت حياتها. من الان تكون وضع شاد ديري؟ كان زعل. الله يسلمك. ها وضع ها هي. يلا. مينا. الحمد لله شكرا شكرا. شكرا لك. اذا تحيه الابقم الطبي اللي كان تصرف على السيده مسكينه هي الحمد لله هذا الصبر ديالها وصبرت الحمد لله الامور مزيانه. برافو عليكم انتم راكم قمتوا بواحد الواجب ديالكم خاطرتوا الحياه ديالكم. فينا وكلينا وشربينا ونقينا المراه كتجيب الفليه مسكينه كتجيب كل صباح تجيب نقينا مزيان عاقينا الدواء عاقينا كل شيء الله يعاونهم. الله يحفظهم الله يحفظ أمتي محمد الجميع عاونونا كل شيء كاين نقي كل شيء مزيان كاين الماكلة كاين الشراب كاين الماء كاين كل شيء الثلاجة عامرة دانون الحليب فرماج كل شيء كاين. وحنا الثمار ديالنا الحمد لله هو ملي تعافات من أم فاطمة هذا الغابة كاسيس بيعك كاين الدراري ديالنا عطيني شي كزاز قزاز ودعي معنا يرفع الله علينا هذا البلاء الله على الناس كاملين الله يرفع العالم كله الله يرفع العالم كله الله يشفي امتي محمد الجميع وليداتهم كل شيء لهم الله ينصر محمد الحمد لله شنو قلنا لك قبيله؟ الزرقاء الله يجزيك الله يبارك فيك.